مشاهدينا، عندما تلتغي أجمل الكلمات بأعذب الألحان وتنطلق بأجرى صوت، عندما يجتمع إحساس الفنان المرهف مع حب لا يعادل حب من جمهور تذوق وبشغف ونهل حتى الارتواء من عطاء فنان كان دائما كما يريده ويحبه ويعشقه محبيه، فنان يتجدد بأصالة لا تتغير، وينمو حبه لجمهوره بنفس السرعة التي يتنامى بها حب هذا الجمهور له. عندما تجتمع عناصر هذه المعادلة الصعبة تكون النتيجة واحدة لا يمكن أن تتغير، وكلمتان لا يمكن أن تتكرر، تكون النتيجة دائما محمد عبده. مساء الخير وعبد الرحمن، وأهلا وسهلا فيك. شكرا، مساء النور والسهلة. بس نقول ملاحظة ونوضح للسادة المشاهدين أن الفنان الكبير فنان العرب محمد عبده أصر وقال أنه هو ما راح يخذل أبدا جمهوره اللي ينتظره وبشغف وشوق وحب أيضا، ورغم الوعكة الصحية اللي تظهر يمكن أثارها واضحة على حياه الحبيب، أصر على الحضور لتلفزيوننا والتواجد معنا في موعده مع جمهوره. فنقول لك ألف سلامة لك. الله يسلمك. الحمد لله أنا طيب، ما فيني شيء الحمد لله. عموما احنا مجهزين لك يعني نقول مثل استقبال بسيط، يعني الأخوان هني في تلفزيون دولة الكويت وأيضا في إدارة المنوعات مقدمين تقرير بسيط نتمنى أنه يعجبك، راح نشاهده مع حضرتك احنا والسادة المشاهدين ونبتدي السهرة إن شاء الله. فنان العرب محمد عبده بدأ حياته الفنية منذ أكثر من 35 عام وما زال محافظا على قمته الفنية. لقبه الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بفنان العرب، فمنذ ولادته الفنية ولد نجما وصار كبيرا بفنه الراقي. بلغت موهبة هذا الفنان الكبير وصوته الشجي الدخول إلى أعماق وقلوب الناس من غير أن يطرق أبوابها، فصدى صوت أرجاء الوطن العربي. إن المكتشف الأبرز لموهبة الفنان محمد عبده في بداياته هو الملحن السعودي عمر كدرس، والذي قاد خطى محمد عبده نحو عالم الإذاعة والشهرة. حياة الفنان محمد عبده ليست سهلة كما يتصورها البعض، وإنما هي صعوبات كبيرة واجهته منذ أن بدأ مشواره الفني وحتى يومنا هذا، لأنه كثيرا ما يسأل نفسه ماذا سوف أقدم لجمهوري، واعتبرها مسؤولية كبيرة على عاتقه الفني. قدم فنان العرب الكثير من الأعمال المميزة خلال مسيرته الفنية، وأبدع مع الكثير من الشعراء والملحنين، وأخص بالذكر الشاعر الأمير دايم السيف، الأمير خالد الفيصل، والأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن. إذا كان من الممكن القول أن أول ظهور للفنان محمد عبده عام 1960، فإنه على مدى أكثر من 35 عام في ساحة الغناء استطاع هذا الفنان الموهوب أن يجد له في تاريخ الغناء العربي مكانا ومكانة لا يشك في استحقاقه لها إلا من هو جاهل أو متجاهل. الفنان محمد عبده زار الكويت في عام 1966، وهو يعتبر هذه الزيارة نقطة فنية هامة في حياته، وأسفرت هذه الزيارة بلقاء مع أحد الملحنين المميزين هو الملحن يوسف المهنة في أغنية ماكو فكة، والتي لاقت جماهيرية كبيرة في ذلك الوقت. بعدها استمر التعاون بأعمال مميزة منها بعاد وفي الجو غيب. كان للفنان المبدع محمد عبده زيارات كثيرة ومتكررة لدولة الكويت، كما خذت عنها عدة لقاءات مع مجموعة الكتاب والملحنين.
منهم الشاعر الأسير فايق عبد الجليل التي تربطه به صداقة حميمة، نتجت عنها مجموعة من الأعمال المميزة ما زالت تذكر حتى يومنا هذا، منها المعازيم، آخر زيارة، وبعد. يعتبر عام 1973 هو عام محبب لدى الفنان محمد عبده، حيث رسخت الأغنية السعودية انتشارها خارج الحدود، وبدأت القنوات الإعلامية والثقافية انفتاحها على الفن السعودي. ورغم محدودية وسائل الإعلام في ذلك الوقت، إلا أن فنان العرب استطاع بجده وجدارته واجتهاده أن يصل إلى عالم الشهرة. إذن لم يكن فنان العرب محمد عبده قط مجرد إنسان وفنان عابر في زمن عابر، فهو يعيش في هذا الزمن كعالم من أعلامه ورائد من رواده. مشاهدينا، يعني نبتدي وياكم سهرتنا، وابو عبد الرحمن يعني استقبال اعتقد انه قليل بحقق هذا الحدث الكبير من الجمهور. نقول لك احنا باسمهم ايضا اهلا وسهلا في بلدك الثاني الكويت، ونورتنا يا ابو عبد الرحمن. الله يبارك فيكم ويبارك في المشاهدين واهل الكويت خاصه والخليج عامه والعرب. حقيقه اعطيتوني اكثر مما استحق كثير من الذكريات، أعد لي هذا التقرير الجميل اللي سمعته الآن. أنت تستحق أكثر من هذا، وإحنا يعني قدمنا لك شيء بسيط نتمنى أنه هو بالفعل يكون عجبك. يمكن هني نسأل الفنان العرب محمد عبده، إيش كثر صار لك ما جيت الكويت؟ لا أنا دائما مع على يعني آخر زيارة لك بالنسبة للزيارات الفنية طبعا من سنتين أعتقد، على هلا فبراير. بالنسبة لهلا فبراير من سنتين، لكن زياراتك لدولة الكويت مستمرة، تتكرر دائما مع الأصدقاء والأهل اللي نتواصل مع بعضنا. أهلا وسهلا فيك دائما، لكن ركز على الزيارات الفنية لأن الجمهور أكيد اشتاق لمحمد عبده، وأنت أكيد اشتقت أيضا لمسرح هلا فبراير. نعم اشتقت لهلا فبراير والجمهور الرايق الجميل اللي فيه. طيب شنو محضر للجمهور؟ خلينا نبتدي على طول بحفلة يوم الخميس اللي الكل بانتظارها، واللي راح تكون مسك ختام حفلات مهرجان هلا فبراير كالعادة طبعا مع فنان العرب محمد عبده. فشنو مجهز للجمهور؟ طبعا أحدث الأغاني اللي قدمتها سوف أغنيها إن شاء الله، إلى جانب الأغاني التي لم تتكرر في الحفلات السابقة، ليكون هناك يعني تغيير يعني. وفي نفس الوقت لازم نراعي يعني طلبات الجمهور وأذواقهم، عشان يعني إن شاء الله عاملين تشكيلة جميلة، وسنترك هامش من أيضا من حرية الطلبات لل يعني راح تلبي أيضا طلبات الجمهور اللي راح يكون متواجد في الحفل. وإن شاء الله طبعا نسمع أغنيات تكون إضافة لأرشيفنا هني في تلفزيون دولة الكويت، يمكن ما سمعناها في حفلات سابقة. هذا الهدف الرئيسي من التسجيل إن شاء الله يوم الخميس. إن شاء الله احنا بانتظار هذه الحفلة اللي راح تكون أكيد مميزة. يمكن احنا من خلال تقرير أبو عبد الرحمن تكلمنا عن أول زيارة لك لدولة الكويت، وأيضا تعاونك مع الملحن يوسف المهنا. هني راح نتكلم عن أغنية يا أبو شاعر ثاير، هي أول أغنية صورتها لتلفزيون دولة الكويت. نعم. يعني كتلفزيون الكويت صورت لأول أغنية، أعتقد هذه الأغنية نتكلم عنها. أنا عندما قدمت إلى الكويت في عام 65 وسجلت للإذاعة، نعم، مجموعة من الأغنيات على رأسها أشوفك كل يوم وأروح، وهلا يا أبو شاعر ثاير، وهناك أغنية أيضا اللي هي لسعود الراشد رحمة الله عليه شرقنا وغربنا، وأغنية أغنية الحب الكبير أيضا. وقلت قبل شوي أن في أغنية بعنوان ماكو فكة، ماكو فكة في المرحلة أظن اللي بعدها 65 أو 66 بعدها كانت. أي نعم، وكان التلفزيون أخذ واحدة أغنية فقط صورها لي اللي هي هلا يا ابو شعر ثاير. هذه كانت اول اغنيه تصورها مع تلفزيون دوله الكويت. تتذكر هذيك الايام عبد الرحمن وتلفزيون الكويت الحين بعد السنين هذه؟ طبعا تلفزيون الكويت بدا عملاق حقيقه، ولا زال يتقدم ويتطور، وعنده ارشيف جميل جدا من التراث ومن التراث الادبي والفني.
حقيقة أنا بتصيد كثير من البرامج الدوكيومنتري اللي الفني والثقافي وأسجلها وأحطها عندي أنا في مكتبتي الخاصة لأنه حاجات قيمة وناس تتمنى تشوف فيهم من الخمسينات وحاجات دي. فلذلك يقول التلفزيون عندما بدأ في تلك الفترة في حماس كثير من الشباب وفيه يعني إعداد جيد كانت يعني البرامج كانت تعد بدقة وتعد بحيث يعني تثقيف المستمع والمشاهد متميز كان جدا بالهدف يعني الرئيسي من التثقيف وتوصيل المعلومة وتوصيل الحدث الثقافي والفني إلى الجمهور بشكل أوضح من اليوم ترى لي كده. عموما يعني أنت واكبت من سنين طويلة تلفزيون دولة الكويت ومتواصل ويانا وأعمالك دائما متواجدة ويانا، وهذا كان في جميع البلدان اللي بدأت في الستينات التلفزيون، يعني أعتقد تلفزيون الكويت بدأ 59 أو 60 تقريبا يعني في هذه الفترة، وأيضا تلفزيونات اللي بدأت بعد كذا بدأت قوية جدا. طبعا بيتطور اليوم المشاهد، انفتح أول تلفزيون انفتح على الإعلانات أكثر وعلى الترويج أكثر يعني بحيث جذب المشاهد، والأعمار أيضا التي تشاهد التلفزيون اليوم يعني. نقول أيضا الأذواق، يمكن هذا الموضوع راح نتكلم وياك فيه يعني عبد الرحمن، بالنسبة للأذواق في الوقت الحالي والشباب وطلباتهم وأيضا ميولهم بالنسبة للفن والثقافة والأعمال بشكل عام، يعني يمكن هذا الشيء راح نتكلم عنه. خلينا نتكلم الحين عن آخر ألبوم لحضرتك وتعاونات يعني كانت مع شعراء وملحنين لأول مرة، يعني يمكن تعاون وياهم رغم تجربتك الكبيرة اللي حضرتك تحملها، ما تخوفت من عدم نجاحهم معك في هذا الألبوم؟ لا طبعا، أنا بقدم أعمال أدرسها جيدا يعني أدرسها وأتمهل في تقديمها يعني، فلذلك حسب تذوقي وحسب خبرتي بقدم العمل وأنا يعني عندي نسبة كبيرة من الرضا به. حتى لو كانوا يعني ملحنين وشعراء لأول مرة تتعاون معهم، ما قد سبق أنك تعاونت معهم من قبل؟ نعم، لأنه ما يعني ما تعاونت معهم إلا وأنا واثق بأنهم هم على درجة عالية من الموهبة وعلى درجة كبيرة من الفن اللي أنا يعني بقتنع به. أكيد يعني من خلال خبرتك ومسيرتك الفنية لك رؤية خاصة، وأكيد راح تقدم عمل يرضي جمهورك وتحافظ على المكان اللي حضرتك وصلت لها. خلينا نتكلم عن هني العناصر، على أي أساس حضرتك يعني تختار عناصر الأغنية؟ شنو المعايير اللي تختار مثلا نقول الملحن الشاعر؟ هل هناك معايير معينة يبحث عنها فنان العرب محمد عبده عند التعاون مع أي ملحن أو شاعر؟ عندما أفكر في تقديم عمل أول ما أفكر فيه الكلام طبعا أهم حاجة، وألا يكون الكلام أيضا فقط موضة أو يعني زي ما بيقولوا كلمة شائعة تتقال فقط وتنتهي، لكن المضمون يكون فيه فكر أصلا، الأغنية فيها فكر، نعم فيها هدف، فيها موضوع أو قضية وفيها هدف. هذا بالنسبة للكلمة، وبالنسبة للحن هل هناك أيضا معايير حضرتك تركز عليها من خلال اللحن؟ طبعا بعد كده التلحين يجي، طبعا عندنا ملحنين ممتازين جدا تعامل معهم، فما بأخذ هم التلحين بقدر ما أخذ هم الكلمة أكثر، لذلك يأتي اللحن جيد يعني أنا أقول الأغنية إذا توفقت بكلمات ممتازة جيدة يبقى اللحن يعني أعطي لها إطار فقط للإبراز.
يعني سؤال ايضا هني اللي يطرح نفسه بالنسبه للحن بالذات، يعني ابو عبد الرحمن، نلاحظ الان الكثير من المطربين يعني في الفتره الحاليه يحاولون يدخلون ايقاعات غربيه، ايقاع مثل ما هم يقولون شبابي او سريع. على اساس يعني نتكلم احنا من ناحيه المعايير بالنسبه لمحمد عبده فنان العرب، هل يعني تسمح لاحد ان يدخل لك ايقاعات غربيه في لحنك لاي اغنيه او لاي عمل تقدمه؟ عموما الموسيقى بجميع اشكالها وقوالبها يجب ان تخدم الاغنية، ولكن اليوم احنا بنشاهد مثلا فنانين او معظم انتاج الفنانين بيتجه نحو سن معينة من 14 سنة الى مثلا 18 و20 و22 نقول مثلا، ونسيوا بانه هؤلاء ممكن يكبروا هذولا يكبروا مفروض ياخذوا معاهم حصيلة جيدة ومعلومة طيبة عن الأغنية الجيدة فتكبر معاهم، لأن الأغنية ذكرى. اليوم كثير يعني تعبر الأغنية تعبر عن ذكرى جميلة في حياة الإنسان فيحملها معاه للمستقبل. صحيح. يقول والله أغنية كانت جميلة، بس والله مو أغنية طقطقة جلس يغنيها يومين ثلاثة وخلاص نسيها. احنا نقول لفترة معينة وبعدها خلاص ما تنذكر، تي أغنية ثانية تحل محلها، لكنك أغاني تظل موجودة ويانا لها ذكريات مثل ما حضرتك قلت تكون فعلا جميلة، يعني مرتبطة أيضا بأيام وأوقات تكون مع الناس يعني بشكل جميل. راح نتكلم هني عن الدويتو اللي جمع ايضا حضرتك بالفنانة الراحلة التونسية ذكرى، نتكلم عن هذه التجربة. كانت تجربة مع ذكرى رحمة الله عليها، كانت مؤسسة انتاجية اللي اقترحت الفكرة ووضعت يعني الاختيار اني تقدم يعني بأصوات معينة أرشحها، كانت هي على قمة، لأن صوت يعني يغني جميع الألوان وفي نفس الوقت يجيد اللهجة الخليجية لأبعد حد شوي يعني كأغنية كمغنية عربية، فلذلك أخترت صوت ذكرى. أخترت صوت ذكرى، تفكر أنك تكرر هذه التجربة مع أحد ثاني أم ليش لا؟ إذا كان في عمل طيب ممكن. ممكن في صوت معين في بالك يعني ممكن تتعاون معه؟ والله إلى الآن يعني هناك أصوات جيدة حقيقة كان خليجية ولا عربية في، لكن أكيد النص والكلمة هي اللي راح تفرض أهم نفسها. حاجة أهم والله. صحيح. عموما يعني حقيقة واضحة وضوح الشمس، وحقيقة يعني احنا نبي نعرفها من حضرتك، لمن يطرب محمد عبده؟ احنا نقول حقيقة واضحة وضوح الشمس ان احنا لما نسمعك نطرب لك يعني على طول والجميع يطرب لك، لكن محمد عبده يطرب لمن؟ اطرب لأي اغنية جميلة تكتمل فيها المواصفات، يعني الاصوات في اليوم الاصوات حقيقة في اصوات ممتازة جدا وجميلة، عندما يستوقفني كلام حلو لحن جميل. يعني اليوم مثلا انا كنت في احدى الشركات الكاسيت اخذت شرايط لعائشة المارطة واخذت شرايط لمحمد سعد عبد الله كلهم فنانين راحلين، يعني فنهم جميل كلمتهم حلوة، احب الاغاني التراثية يعني مثلا اغاني الخليجية القديمة احب اسمعها دائما، واحب اسمع الجديد الحديث، بس انما ما احرص دائما اني مثلا اكون احمل معايا شريط في السيارة او هذا، احمل اغاني قديمة معايا ل ام كلثوم في الاربعينات مثلا، اغاني زكريا احمد السنباطي عبد الوهاب القديم ايضا، هذه الواحد يعني حتى اولادي اليوم عندما يسمعوا الاغاني الحديثة افرض عليهم ايضا انهم مقابل اي 4 أو 5 كاسيتات من الحديث اديهم شريط قديم يسمعوا ويجوني يسمعوني، لازم يسمعوني ايش خرجوا، فهذا حصلهم بطبيعة بالوقت يحصلهم حافظين حتى لو مقطع من الاغاني القديمة، انا افرح جدا. يعني سبب حرصك أبو عبد الرحمن على انهم يسمعون هذه الاغاني القديمة؟
بالنسبه للاولاد يعني تبيهم يحافظون على التراث ويكونون عارفين يعني يكون عندهم فكره. شيء جميل اذا عرفنا يعني لمن يطرب محمد عبده واحنا نطرب لمحمد عبده. الله يخليك. فخلينا نسمع يعني اغنيه جميله ونطرب مع الساده المشاهدين مع هذه الاغنيه، اغنيه بالفعل ساعدنا لما سمعناها بصوتك وراح نسعد اكثر لما نسمعها الحين معك. يا شمعة الدنيا أغنية جميلة كانت هدية جميلة من فنان العرب لجمهوره في الكويت، وأحنا يعني كنا بالفعل سعيدين بهذه الأغنية. عموما نتواصل في سهرتنا وأكيد المشاهدين كلهم متشوقين لحفل يوم الخميس، ويمكن أنا سألتك خلال الاستراحة هل هناك مفاجأة، حضرتك قلت جديدي يمكن هو المفاجأة يعني اللي راح تغني الأول مرة راح يكون على مسرح حلب فبراير الحديث بالنسبة لي. نعم بالنسبة لحفل الكويت يعني عندنا هنا ان شاء الله احنا بانتظار الحديث وبانتظار القديم الجميل، وسعيدين جدا بتواجدك ويانا. نرجع مرة ثانية لأسئلتنا وحوارنا مع حضرتك. فنان العرب محمد عبده اكيد حضرتك متابع لما يحصل في الساحة الغنائية بشكل عام، الاصوات اللي تنزل، ففي اسئلة يعني بدنا ان احنا نسمع رأيك فيها. نعم. اذا ما عندك مانع. يمكن تكلمنا هم قبل شوي على موضوع ان بعض المطربين، نقول اول شيء الخليجيين يعني بالتحديد والايقاعات الغربيه، يمكن تكلمت انا على هذه النقطه عند اختيارك للالحان والكلمه، لكن انا بأسمع رايك بالنسبه للمطربين الخليجيين اولا وادخالهم للايقاع الغربي في اللحن لاغانينا الخليجيه، برايك هذا ما يشوه الاغنيه؟ وحصنك مهتم جدا بالاغنيه والتراث والمحافظه على التراث. يعني هو لون معين من الألوان الغنائية الخفيفة نسميها، ولكن التركيز عليها هو المزعج يعني. يعني يغنوا ألوان برضو يعني فيها طابع شرقي عربي شرقي، يعني الآن طالع معظم الأغاني فيها طابع عربي غربي اتجهت نحو الغرب في يعني. التركي والهندي ويعني ما عاد بس حتى الشرقي، يعني حتى الغرب اليوم فقدوا كثير من اصالتهم التراثيه. فنجد انه بنردد يعني سلبياتهم، بنردد سلبياتهم في اغانينا للاسف. ما في مانع الموسيقى تخدم الأغنية سواء غربية أو الموسيقى لغة عالمية. والأجهزة والآلات الموسيقية الحديثة أيضا يعني يجب أنها هي تخدم الأغنية، بس إنما نقدم فيها طابعنا ونقدم فيها أغنية ذات هدف ذات مضمون. يعني حضرتك ما انت ضد ان الواحد يسير بعض الالحان او الموسيقات الغربيه، لكن تتماشى مع نقول تاريخنا مع تراثنا مع واقعنا العربي. يعني هني لما احنا طبعا نسال حضرتك هذا السؤال يهمنا طبعا احنا نعرف رايك في هذا الموضوع، خصوصا ان الكثير ايضا الحين من النجوم الكبار، يعني ما نبي نظلم بس حتى النجوم الشباب، يعني نلاحظ الفتره الاخيره حتى النجوم الكبار اصبحوا هم يلجؤون لهذه الايقاعات الغربيه في الكثير من الألبومات. هو الآن متطلبات أو مواصفات الفيديو كليب يتطلب هذه الإيقاعات وهذا الجو من الألحان. أصبحنا نرى في الفيديو كليبات استنساخ من الفيديو كليب الغربي، يعني يجيبوا الفيديو كليب الغربي ويطبقوه بحذافيره. يعني يأخذوا الشكل وياخذوا الرقصات وياخذوا الاستعراض وكمان ياخذوا الموسيقى وياخذوا فكره، ان كان وكان هناك فكره اصلا، ما فيش فكره في الكلام الاغاني الغربيه بتاتا، ما في افكار. طيب يمكن هنا عفوا عبد الرحمن يخدم تصوير الاغنيه الفيديو كليب، لكن كاغنيه الواحد يسمعها حتى يطرب لها هل راح يخدمها؟ لا هذه اغنيه مرئيه فقط مو مسموعه، تقدر تشوفيها فقط، تشوفيها يعني عاد بأي مقياس أنت تشوفيها شوفيها. نعم. ولكنها تنسمع؟ ما أعتقد أنها تنسمع. صورة بس. نعم. طيب محمد عبده فنان العرب ولا اسمه ومكانته، لما يقول رأيه في أي فنان آخر، لاحظ البعض ما نبي نقول الكل إنه يتشنج.
أو يضايق؟ ليش؟ شو أنا السبب؟ أنا أرى أني مالي حق أني أنا أقول رأيي في أي فنان طالما أنا على الساحة الفنية وبأعطي وبأقدم. على الرغم من مشوارك الفني على الرغم من مشواري الفني يجب أني أحافظ برأيي لنفسي على الأقل ما أقوله أمام يعني الجهات الإعلامية إن كانت صحفا أو تلفزيون، ولكن إذا أنا الرأي دائما يقول الناقد يقول الجمهور، إنما إنسان منافس فنان منافس في الساحة يجب أن يرتبط مع زملائه بكل حب وتقدير. يعني أبو عبد الرحمن عفوا، هل فعلا حضرتك ما قلت رأيك بأي فنان أو فنانة؟ الكلام اللي سمعناه أو تصريح أو كذا؟ أبدا أبدا أبدا، ما عمري قلت على رأيي في إنتاج أي فنان أو رأيي في صوت فنان، ما حدث لا خليجي ولا عربي. إذا 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 أقول أقول بأمدح يعني، ما عمري قلت مثلا انتقدت في أشياء سلبيات أو حاجة، لأن كلنا مليئين بالسلبيات يعني برضو. يعني احنا كان يهمنا طبعا نوضح هذا الشيء للمشاهدين بالنسبة للموضوع رأيك يعني ببعض الأسماء والفنانين. هني راح نتكلم أيضا عن موضوع مهم بالنسبة للأغنية النجم، يعني ما عاد الحين نسمع مثلا النجم الفنان أو الفنان النجم، ما أدري شلون راح تكون تركيبة، نسمع عن الأغنية، يعني الأغنية تضرب لهذا الفنان وبس، بعدها ممكن حتى هذا الفنان ما يقدم شيء ثاني. رأيك في هذا الموضوع أيضا؟ طبعا الفنان اليوم يعني معظم ما اقول بالاجمال، لكن الظاهرة الموجودة اليوم انه في فنان اغنية يعمل اغنية يعيش بها كم شهر وبعد كده بعدين ممكن يختفي، يعني على ما يقول ياكل وراها عيش لغاية ما تطلع اغنية ثانية. فلذلك انا اقول انه يجب ان طالما الفنان في صحة كويسة وفي موهبة طيبة يعني جيدة يغتنم هذه الفرصة ويعمل ارشيف لحياته الفنية في المستقبل، يعني يقول والله الفنان الفلاني ترك بصمة وترك لنا تراث يردد ولنا عبرة في الفنانين اللي سبقونا. اليوم احنا بنشوفهم ونستمد منهم الجمال في الأداء وفي الألحان وفي الكلمة. يعني بالفعل في أعمال كثيرة خالدة ما زالت موجودة، لكن الأغنية النجم هذه اللي تطلع مرة والناس يمكن تسمعها لفترة هو في فنان نجم وفي فنان كوكب وفي فنان يعني تظل الكواكب تظل دائمة، ولكن النجم يأفل. النجم يأفل، قد يظل بريقه لكن بعد وقت ينتهي، لكن الكواكب تظل باقية دائما تظل. عموما يعني تعليق جميل هذا، احنا سعيدين فيه. بالنسبة لتصوير الأغاني وخاصة الفيديو كليب، ورأيك في هذا الموضوع أنت شخصيا؟ الفيديو كليب طبعا شيء مبهج يعني على التلفزيون واحد يشوفه يفرفش معاه شوية، هناك طبعا بس كثرتها وانها كويس اليوم انها هي تنحصر في قنوات خاصة بها يعني، وارى انه يعني محلها مناسب انها تكون في قنوات خاصة بها، القنوات القنوات خاصة للفيديو كليب. للفيديو كليب يمكن أبو عبد الرحمن هذا الموضوع يشدنا على موضوع انتشار الفنانات، يعني برأي الكثير من المتخصصين، طبعا مو رأينا احنا، انهم ما يملكون حتى اصوات جيدة، لكن لاحظهم منتشرين انتشار كبير، بس يعني يمكن على الفضائيات اللي تقدم الفيديو كليب، لا منتشرين على الساحة الفنية ولهم ايضا يعني نقول جمهورهم وتسليط الاضواء عليهم بشكل كبير، ماخذين الجو يعني. فنانات ولا الفنانين رجال واحد ونساء ولا؟ يعني في الاثنين صراحة. طبعا الست المغنية يعني طالما هي جميلة هذا 50% من الجمهور مصادر زي ما يقولون فيبقى شيء بسيط يعني، إن كان عندها أداء ولا حاجة فتنجح يعني بتبقى موجودة على ال وتظل لفترة طويلة. برأيك ممكن إن هي تظل يعني ممكن تظل جميلة الفترة، يعني مو شرط إن الجمال يروح، يعني هو أكيد راح يروح بس ممكن يظل، ممكن تستمر على هذا الحال.
إذا كان عنده موهبة أصيلة، شوف الشحرورة صباح ترك التراث جميل حقيقة، هنانة ولا ذات مشرقة في طلعتها في طلتها، هذه نموذج، بس تركت بصمة فنية. يعني لو نسمع صباح أغانيها بس فنانة صباح كانت تملك موهبة، يعني تملك احنا نتكلم موهبة. عن رأي المتخصصين انتشار فنانات ما في عندهم أساسا أي موهبة ولا حتى أصوات صحيح شيء. هذا اللي أنا أقصده. فإذا كانت موهبة من تحمل هذه الإشراقة والجمال وأيضا موهوبة فنية تترك تظل. محمد عبدو، يعني يمكن حضرتك تكلمت قبل شوي عن الطرب وذكرت أسماء يعني لعمالقة الفن العربي، وبالفعل هم عمالقة بدليل أن أعمالهم لا زالت موجودة. فنان العرب أيضا أعماله ما زالت موجودة، يعطيك طول العمر ونستمتع إن شاء الله دايما بأعمالك. هل تعتبر نفسك آخر عمالقة الفنانين العرب؟ ممكن نعتبر فنان لا محمد عبدو؟ أبدا والله، أنا حظي أتى أنه أنا عاشرت هؤلاء العمالقة ولحقت وقتهم، متربيت على فنهم وعلى ذوقهم وجلست معهم، عرفت حياتهم وكيف يتصرفون وكيف يفكرون كيف، فكنت يعني زي الإسفنجة اللي تلقط منهم كل الأشياء هذه وأطبقها. مشيت على خطأ نعم. فقط يعني استفدت منهم وأصبح عندي الحمد لله يعني طرف علم من أي علم، يعني من أي شيء. ونعتبر محمد عبدو آخر عمالقة الطرب الأصيل أو الفنانين العرب؟ لا، يمكن من المحافظين. من المحافظين، خليني أقول لك بلاش عمالقة، يعني من المحافظين، من آخر المحافظين. ما عاد فيه يعني. نعم، أعتز بهذا الشيء. وإحنا أيضا نعتز. يمكن هني خلينا يعني نسأل حضرتك أيضا بالنسبة للجمهور رأيك، وأنت يعني ما زلت متمسك بهذه العادات الجميلة والمبادئ اللي نتمنى أن هي بالفعل تسود الساحة الفنية. الأغنية الطربية ما زالت تمتع الجمهور؟ الجمهور ما زال يطلب هذه النوعية من الأغاني، أم العصر الحديث والشباب غيروا أيضا نقول الذوق بالنسبة للفنانين؟ لا والله شيء مبشر بالنسبة للشباب. أنا تفاجأت، أنا عندي 3 مواقع مش أنا اللي عاملها على الانترنت، 3 مواقع كبيرة جدا يعني، أنا وأحيانا أستعين بها في تسجيل أشياء فاتتني يعني قديمة ما أتذكرها. وواحد من الرواد يعني شباب من رواد هذه المواقع اللي عملوها، عملوا مؤتمر صحفي في أبها ودعوني إليه 10 دقائق، فدخلت استغربت يعني كلهم شباب على 17-18 سنة و20 سنة 25 سنة، يعني تظل الأذن العربية حقيقة بهويتها وطابعها الدم العربي دائما يحمل الأشياء، تظل الأغنية الطربية مطلوبة يعني مطلوبة. نعم صحيح، حتى من الشباب الجيل الحالي، حتى من الشباب. نعم. طيب عفوا، راح نسمع أغنية مع حضرتك من الأغنيات الجميلة اللي أنا يعني أستمتع لما أسمعها، ورح نرجع نكمل حوار مع حضرتك. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، وما زلنا متواصلين وياكم، وما زال منورنا فنان العرب محمد عبدو. أنا سعيدة بالحوار حتى لما نسمع الأغنية ونتحاور مع حضرتك، الحوار جميل جدا. يمكن التعليق البسيط اللي أنا قلت راح أعلق على السؤال اللي تكلمنا فيه، طيب إذا كانت فعلا الأغنية الطربية موجودة، وحضرتك ذكرت أنه ما شاء الله يعني في شباب بعمر 17-18 سنة يعني ما زالوا يعشقون هذا اللون، ليش نسمع ان مثلا نقول، خليني اقول مقولة الجمهور عاوز كده، يمكن قلتها انا قبل شوي، او الذوق العام والشباب يبي هذه الاغنية الشبابية السريعة، ليش صارت هذه الشماعة اللي يعلقون عليها الكثير من الفنانين الحين السبب وراء تقديم هذه الاعمال؟ حماس الشباب اليوم، المغنين يجرون النجاح السريع او الشهرة السريعة، فيقدمون اعمال يعني فيها يعني مثلا إفيه زي ما يقول المصريين، يعني كلمة فيها تعليق أو يعني نجد أغاني يعني تعتمد على جملة مثلا مقولة مثلا،
فيستعجلون النجاح، واستعجال النجاح هذا له أثار سلبية جدا. يعني هو يستعجلون الشهرة. نعم. يستعجلون الشهرة، شهرة الأغنية. وهناك فرق طبعا بين الشهرة والنجاح. لأن الشهرة جزء من النجاح، من نجاح الشيء. يعني قد يكون مثلا أغنية اليوم ما لقت انتشار، ولكن انتشارها يأتي مرحلي. كل ما تسمعيها، كل ما تفهميها، كل ما تحلين رموزها، فهو يستعجل النجاح، يستعجل الشهرة. فلذلك يسعى وراء الأغاني السطحية، السطحية اللي فيها كلمة تعلق فقط، ولا جملة غربية تعلق وتمشي. وخدمهم في هذا طبعا الطلب الهائل والغير معقول على البث التلفزيوني الفضائي اللي مطلوب تغطيته يعني من الفضائي. عبد الرحمن، يعني يمكن هني على الكلام اللي حضرتك قاعد تذكره، يعني افهم من كلامك ان هذا الفنان او اللي قاعد يقدم هذا العمل ما يهم الفن الاصيل او انه يقدم فن جميل للجمهور، كثر ما يهم الانتشار والشهرة فقط. يعني هو يستعجل هذا الشيء. يستعجل هذا الشيء. يعني احنا يهمنا طبعا ان الفنان يكون فنان اصيل ويقدم فن جميل قبل لا انه يسعى لاي هدف ثاني. هذا اعتقد هو الهدف. كنا زمان احنا طبعا اول ما بدأنا، يعني القدام من النقاد والفنانين ينتقدون ايضا بهذا. احنا مثلا اغانينا بدأت مع انها اليوم تعتبر يعني من ال، ولكن ايقاعاتنا كانت متزنة، ما فيها ايقاعات شرقية. كلامنا يمكن في كلام اول كان سابق للوقت، ولان يمكن من الأغنيات أنا الوحيدة اللي بدأت أخاطب المرأة كمرأة، يعني ردي سلامي للهوى. كان زمان المحبوبة تخاطب بلغة المذكر، أول أغنية كلها بتخاطب يعني كمجتمع رجولي كله، فتخاطب الحبيبة بالتذكير لا بالتأنيث. مثلا زي أشوفك كل يوم وأروح وأقول نظرة، وصحيح النظرة ما تكفي من الآلام، ما تشفي، لكن عذرنا الحاضر نراعي الوقت والخاطر. يعني هذه أغنية قدمتها في 64، هي اليوم يمكن تتقال بوضوح وبصراحة. أول يعني كان فيها على اعتراض، صح احنا أول ما بدأنا أيضا كان على بعض أغانينا من قبل النقاد القدام والمثنين القدام شيء من الملاحظات، ولكنها ما تتعدى يعني حدود ان الغبطة او الغيرة انه فنان طالع جديد بموضوع جديد. ولكن اليوم الوضع اختلف، السعي نحو الشهرة يخليه يقدم اي عمل سطحي. استعجال الشهرة. نعم. اي عمل سطحي. طيب عبد الرحمن، برأيك يعني المحطات اللي مخصصة للفيديو كليبات، المحطات الموسيقية، هل قاعد تعطي اهتمام وتقول، يعني راح نتكلم طبعا عن المحطات العربية أكيد، هل قاعد تعطي مساحة كافية للأغاني الطربية للفنانين العمالقة اللي محافظين على أصالة الفن، مثل ما قاعد تعطي يعني مساحة أيضا للأغنيات الشبابية السريعة اللي منتشرة الحين على الكثير من الشاشات المحطات العربية؟ اي طبعا ما في شك انه في محطات بالذات المحطات الحكوميه. فيه الفضائيات طبعا الليبراليه اللي بنسميها، يعني مثلا يسعون اكثر شيء الى جلب السبونسر الدعايه اكثر شيء. وكل ما كان كانت الاعمال يعني فيها جذب وفيها حركات استعراضية راقصة، وهذا كل ما تحصلوا على سبونسر أكثر ودعايات أكثر من الناحية المادية، يعني ناحية مادية تجارية تجارية بحتة. حتى برامجهم تجارية بحتة، يعني معظم برامجهم تجارية. يعني
هذا الموضوع. احنا الحمد لله ان اعمالك دائما منورتنا في تلفزيون الكويت وحريصين على وجودها ويانا دائما. راح نتكلم عن موضوع ايضا مهم بالنسبة لإعادة الاغاني القديمة، ويمكن حضرتك عندك كم اغنية الحين قاعد تردد او قاعد نسمعها مع اعادة يعني هذه الاغاني ام لا؟ يعني فنانين اخرين طبعا قاعد يعيدون اغاني محمد عبده او غيرهم من الاغاني القديمه الشعبيه الجميله حتى الخليجيه. شيء طيب. انا ايضا ارى اشوف بسمع كثير من الفرق الشعبيه بتردد اغاني، وخصوصا القديم منها كان سامريات او اغاني على طراز تحاكي التراث او حتى الاغاني الملحنة. نعم عفوا، يعني برأيك ان هذا يعني قاعد يضيف فعلا للتراث ويثري التراث ام لا؟ ما في شك طبعا انه طالما انها تتردد على الفرق الشعبية، هي الفرق الشعبية هي المحك الحقيقي لمدى تأثير الفنان الملحن صاحب الكلمة على المجتمع. نعم الفرق الشعبية بالنسبة للفرق الشعبية وبالفعل قاعد تحافظ على التراث. لكن يمكن في سؤال ثاني إذا سمحت لي راح أسأله، بالنسبة لبعض المطربين اللي قاعدين يغنون مو شرط يعني حضرتك أغانيك، بشكل عام إعادة الأغاني القديمة من نفس المنطلق. يعني أنا أعتبرها أنه مثلا هو لولا نجاح وتألق وأصالة هذا اللون لما مثلا لجأ إليه أو لفقدانه الشيء الحديث الذي يعني يرقى الى ذوق الناس وفي نفس الوقت يشبعه هو كفنان انه يقدمه. لو لاقى مثلا مثل هذه الاغاني بالحان وكلمات اليوم كان استعاض بها عن الماضي. بس المهم انه يحافظ على جمال الاغنيه كما هي وما يشوهها طبعا عند اعاده بناء. اهم حاجه طبعا يقدمها بشكل جميل بشكل امين ايضا. مو يقول انا طورتها ويخربها. صح يشوهها ما يطورها. عموما لو سالنا يعني فنان العرب محمد عبده، من برايك يسير على خطاك من الفنانين الموجودين حاليا في الساحه الغنائيه؟ من يسير على خطى محمد عبده؟ والله يعني صراحة انت 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 تديني حجمي اللي اكثر من كل فنان. يعني كل اكيد فنان يحس اليوم ان في يعني صوت ممكن ان يكون امتداد له او انه قاعد يمشي على نفس الخط اللي هو مش عليه برأيك. يعني اكيد انت متابع الاصوات وفي صوت على الاقل. والله في يعني في اصوات كثيرة. اللي اشوفه انه احنا محافظين زي ما نقول الاستاذ عبد الكريم عبد القادر. نعم احنا زملاء بدانا مع بعض. يعني احنا بدانا مع بعض انا عبد الكريم عبد القادر، يعني هو كان يسجل سر الليل يا قمرنا، سر الليل يا قمرنا ابو خالد في الاستوديو، وانا منتظر دوري بعده في الاستوديو في الاذاعه عشان اسجل اغنيه هلا يا ابو شعر ثاير. بدا معك يعني بديتوا مع بعض تقريبا بنفس الفترة. لكن الفنانين الشباب ما لم يردوا الدبلوماسية. احنا اي انسان حقيقة يستطيع انه يستفيد من تجربتنا وهذا يكون يعني ناجح، يعني يلقى نجاح يترك سلبياتنا. ردود دبلوماسية يمكن ما تبي يعني تذكر اسماء معينه، طبعا لك الحريه، لكن احنا كان بودنا ان احنا نسمع رايك يعني بالفعل ونشوف يمكن بالفعل الايام تثبت ان هذا الفنان مشى على خطاك، او ان تعطيه دافع لما تذكر اسمنا بالفعل يتحمس زياده ويزيد اصرار يعني انه يمشي على نفس الخط. ما في اسم معين؟ والله انا كلهم ناجحين ولهم طابعهم لهم جمهورهم، ولا اقول انه مثلا اقتفوا اثري على اساس انه بيقلدوني او هذا، لا كل انسان يعني له طابعه الخاص له.
احنا نتمنى ان يغلونك تمسكك بفنك الجميل والاصيل، هذا احنا نتمنى. طيب لو ذكرنا بعض الاسماء وطلبنا تعليق او نقول يعني كلمتين او الاجابة اللي حضرتك تحبها، ما بيحصرها بكلمتين عشان حتى هم لا تتضايق ولا يقولوا لي الجمهور والمشاهدين ليش حصرتيها بكلمتين، راح اذكر اسماء واللي تبي تقولها من قلبك يطلع من الان. اقول لك طيب وكويس. لا ما نبي كلمتين. ما نبي كلمتين، نبي اكثر. عشان فيها انا غيرتها، يا وشي كنت بقول كلمتين بعدين قلت لا. لو سألنا حضرتك رأيك بالملحن يوسف المهنا. طبعا الملحنين عندهم طابع خاص، وحقيقة تعاوني معاه سبق مجلس التعاون الخليجي. احنا يعني اللي اسسنا التعاون الخليجي في الأغنية. من أبعاد قبلها ماكو فكة وجو غيم، أغاني جميلة ووقت حلو كان، كان وقت جميل وهو ملحن جميل جدا. والأسير الشاعر فايق عبد الجليل. والأسير فايق عبد الجليل، شوفي الثلاثي هذا العبد لله وفايق عبد الجليل. فايق عبد الجليل ترى من ال ما بدي اقول انه مثلا يعني انسان ما اشتهر الا معايا، لا هو انشهرنا مع بعض في زي ما يقال الكثير يعني. لكن هذا الانسان عندما يكتب يجب انسان يتبنى قضية ما يكتب. يعني الفنان اللي يغني كلماته أو يلحن كلماته يجب أن يتبنى قضيته علشان عشان توصل الأغنية للجمهور. يعني هو يقدم قضية. إيه نعم. نعم. لأنه كاتب قضية، ما هو كاتب أغنية. نعم. بعد كده تحول إلى أغنية. فلذلك أرى إنه يعني في من لم يتبنى قضية ما يكتب فايق عبد الجليل ما يمكن أن يؤثر في اللحن. والفنان عبد الكريم عبد القادر. عبد الكريم عبد القادر الصوت، صوته مثل الربابة العربية، لا هوية الربابة العربية، و يعجبني في تمسكه بلون أيضا الأخلاق التي يتمتع بها والأصالة التي يتمتع بها. فنان على مستوى راقي جدا من الأخلاق والفن. شاعر يوسف ناصر. الله يوسف ناصر طبعا كتابنا كتابتهم سهلة الممتنعة جميلة وتحمل طابع، أتذكر أنا فيها الطابع الجنوبي أكثر في الجزيرة العربية. أي عندما يكتب. والشاعر بدر بورسلي. الشاعر التطور الرومانسي المتفتح، متفتحة أغنيته على المرأة أكثر. يعني الذي يتذلل للمرأة ويكتب لها بحس يعني الحبيب الهائم. أنا سعيدة أن قلت لحضرتك أكثر من كلمتين لأن مستمتعة بالردود. الجمهور الكويتي يا أبو عبد الرحمن. والله شوفي احنا عندنا في مكة اللي يغني في مكة وينجح هذه بطاقة عبور له إلى الشهرة إلى النجاح. أنا أقول أيضا في الخليج الكويت من يغني أمام الجمهور الكويتي وينجح هذه بطاقة عبور تعتبر للعالم العربي كمغني يستحق أن يلقب مغني. هذه شهادة نعتز فيها، شهادة نعتز فيها. يمكن سؤال أيضا بالنسبة لتلفزيون الكويت. تلفزيون الكويت طبعا من التلفزيونات الرائدة العربية التي سبق تحدثت فيها في البداية أنها تحمل كثير من البرامج الوثائقية الجميلة التي تتحفنا بها وتثقفنا بها. برامج كثيرة جدا أنا أحرص على مشاهدتها، تراث من التراث القديم وال يعني محطة ملتزمة متزنة
أيضا اليوم بنا نرى شباب كويتي يطلع بمهماتها وتطورها، هذا شيء يعني مفرح جدا. وتلفزيون الكويت أيضا اليوم فرح جدا كل العاملين فيه وكل العاملين في هذه السهرة الجميلة، فرح بتواجدك يعني ويانا وجمهورك بانتظار حفلك إن شاء الله يوم الخميس بكل شوق وحب، احنا بانتظار هذا الحفل. شكرا، وأنا سعيد جدا أني أنا ألتقي يوم الخميس بالجمهور الحبيب في الكويت بعد غيبة سنتين، أرجو أن أكون يعني هيأت لهم حصيلة السنتين اللي ما جيت فيها لكي يعني نعيش ليلة ممتعة مع بعض. عموما أشكرك مرة ثانية وما تشوف شر وأجر وعافية إن شاء الله، وسعيدين جدا بتواجدك في بلدك الثاني الكويت. شكرا 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 لك، ونقول أيضا لمشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، وشكرا لفنان العرب محمد عبدو على تلبية هذه الدعوة لتلفزيون دولة الكويت، وإحنا بانتظار حفله إن شاء الله يوم الخميس، وأكيد راح يكون حفل مميز. نقول لكم جميعا فمان الله. فمان الله إلى اللقاء إن شاء الله.